التواصل يستمر مشاهدينا الأعزاء ومستمعينا الأفاضل. هكذا نسير مع انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة ووشوطنا 19 في تعداد أشواط هذا اليوم الخاص بمنافسة الجعدان اللقاية المحليات الأصايل. انطلاقة سليمة وموفقة نتمناها لكل المشاركين. نبدأ بالصدارة ونتابع المقدمة والمركز الأول، وهنا في صدارة هذا الشوط يأتي مرتاح سعيد بن راشد أبو رويس الكتبي في صدارة هذا الشوط. شوط الجعدان يتقدم بينما ناخذ اللي على المركز الثاني، وفي المركز الثاني ذيبان مطر بن محمد بن علي المنصوري. اما في المركز الثالث هذا معتاد، ويبدو ان من سلالة معتاد بعير ابو هادي يتقدم الان. هذا معتاد اللي تعود ملكيته لمحمد بن حمد بن مصلح الاحبابي يتقدم الان في المركز الثالث، بينما في المركز الرابع الوصول والانطلاق من حشيم علي بن حمد بن دغمال الزرعي، بينما في المركز الخامس هذا اللي يتقدم كفو الترشيح وحاط البصمة عليه ابو هادي. كفو الترشيح يتقدم سعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الحبابي يتقدم مع المركز الخامس في هذه الانطلاقة. هكذا هي نتيجتنا وندائنا المراكز الخمسة الأولى التي تسير في ناموس هذا الشوط، بينما أسامي وشعارات خلف الخمس المراكز الأولى لم يحين موعد دخولها ونداها مع التحديات الأولى والصراع الأول في مقدمة هذه المسيرة. لكن العودة إلى مقدمة الشوط، أعود إلى المركز الأول إلى ذيبان اللي غير، ذيبان اللي تسلل الآن ويتسلم قيادة هذا الشوط. يأتي متابعين الأعزاء مطر بن محمد بن علي المنصوري يقدم لنا ذيبان في صدارة هذا الشوط وفي المركز الأول، بينما مرتاح يتقدم مع المركز الثاني سعيد بن راشد أبو رويس الكتبي يأتي في المركز الثاني. أما في المركز الثالث هذا معتاد، معتاد يتقدم محمد بن حمد بن مصلح بن جمهور الأحبابي بجماهيره ومحبينه، يتقدم في رياضة الهجن وفي الشعر. يأتي متابعين الأعزاء ليقدم هذه الانطلاقة المتميزة، بينما في المركز الرابع، المركز الرابع حشيم علي بن حمد بن دغمال الزرعي مع المركز الرابع. أما في المركز الخامس هذا مرحب، مرحب اللي نرحب، اللي نرحب مع انضمامه للخمسة المراكز الأولى. يأتي شعار المهيري سعيد بن محمد بن مبارك المهيري واصلا ليرحب بكل المتحديين، بكل ايضا من يرغب بالتنافس القوي مع الكيلة والمتر الاخير. لكن العودة، العودة الى معتاد، الى معتاد ومعتاد على النصر. معتاد هذا معتاد اللي على المقدمة الاولى، حمد بن محمد بن مصلح الاحبابي بذكريات بحر طامي، بذكريات الوسمية، بذكريات الكثير. يا شاعر الغدير، يا شاعر الغدير، 1200 يبعد خط النهاية، وبن مصلح راح وآل زعبيل ينتظرون السلامات، ينتظرون السلامات. أما في المركز الثاني هذا مرحب سعيد بن محمد بن مبارك المهيري، آل سويحان يتقدمون ليبحثون عن الإنجاز، ليبحثون عن التألق. أما في المركز الثالث الآن النشمي سعيد بن سلطان بن تريم الاكتبي مع المركز الثالث. أما في المركز الرابع ذيبان، ذيبان ياتي مطر بن محمد بن علي المنصوري وبن عم هياتي مع المركز الخامس. لكن يا اخوان عودة الى مقدمة الشوط، عودة الى معتاد، الى معتاد، اعتاد معتاد الى الانتصارات. موقع ابو بالفعل، موقع ابو معتاد. الله بذكريات
ذكرياتي معتاد، بذكرياتي معتاد. السلالة الشاهنية، السلالة الشاهنية، راح معتاد، راح إلى الفوز، راح إلى أهالي زعبيل، إلى زعبيل مع الشاعر الغدير، مع الشاعر العملاق حمد بن محمد بن مصلح الأحبابي. سلام يا أبو حمد، سلام يا أبو حمد، يا محمد يا بن مصلح، يا راعي بحر تامي، يا راعي الكثير من له ماضي. ها هو مشاهدين الأعزاء، هذا اللي له ماضي كبير، هذا اللي له عوايد في الإنجازات، هذا اللي له عوايد في الفوز. سلام لأهالي زعبيل، سلام لأهالي زعبيل، ذخرة يا أبو محمد، ذخرة، ذخرة للختاميات معتاد. ها هو مشاهدين الأعزاء يحقق الفوز، يحقق الانتصار. تهانينا لحمد بن محمد بن مصلح الأحبابي. المركز الثاني مرحب، وصل بشعار سعيد بن محمد بن مبارك المهيري. المركز الثالث كان الوصول مشاهدين الأعزاء من أيضا اللي هو النشمي سعيد بن سلطان بن تريم. المركز الرابع كان الوصول من مسعج لراشد بن محمد عامر العمري. والمركز الخامس كان الوصول من الشارد عتيج بن مطر بن حسن القبيسي. هكذا هي النتيجة للخمسة المراكز الأولى، لكن معتاد راح بالنصر وبالفوز ليهدي الشاعر الغدير محمد بن مصلح، محمد بن مصلح الأحبابي. هذا الفوز توقيت الزمني 6:13. تهانينا لحمد بن محمد بن مصلح الأحبابي على هذا الفوز والإنجاز الذي حققه معتاد، الذي انتزع ناموس هذا الشوط، استطاع أن يهدي السلامات إلى أهالي زعبيل. تهانينا والناموس لمحمد بن حمد بن مصلح الأحبابي. تهانينا لجميع الفائزين.